طيب نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وإحنا كده في المايكرو إن شاء الله بإذن الله يعدي على خير. جديات المايكرو بسم الله. A 20 year old man presented with a painful swelling in his feet. تمام، حتة ورمة كده هو إشعاع في رجله من knee and right wrist. تمام، 14 days after a سورات infection، بعد ما عدوى بعد ما كان جاي له عدوى في صدره في السورات زور يعني. ليس روز 108 عالية كده خالص خالص، كمان سي ار بي عالي خالص خالص، كمان الانتي ستريبتولايسن هو تتر بيبقى 800 عالي خالص، كمان هي دي المفترض 200 800 عالي، وال 108 دي مفترض 15 لو في الفيميل يعني. طيب او حد كمان في السن وكده، بس الارقام دي عبيطة. طيب انتي دي ان ايز بي 38 40 يونتس ماشي، سورة سويب شاود كانتي كانديا اونلي، اللي عنده كانديا اونلي ماشي. The patient is an increased risk for، طالما عنده كانديا ودي بتيجي اللي عنده المناعة ضعيفة فهو increased risk for which of the following cardiac condition، كده ممكن تحصل له اللي هي الريماتوتيك هارت ديسيز. تمام، الحالة الثانية، وخلي بالك الأرقام كلها الكلام كله ممكن يكونش ليه علاقة يعني، بص عدي ده كله، الحالة في الآخر عندها كانديا. حلو، الكانديا مالها؟ which micro organism may lead to this disease، اللي هي هي احنا ممكن نقول انه الحاجة اللي تعمل كده اللي هي مين، هي الكاتاليز، هتبقى كاتاليز نيجاتيف بيتا هيموليتيك، اللي هم كانوا بيعملوا زي البيوجينيك، البيوجينيك كده زي البيوجينيك اللي هي بتعمل الريماتوتيك فيفر اصلا. تمام، كانت بيتا هيموليتيك وبتبقى الكاتاليست بتاعها نيجاتيف ماشي. 32 year old female طيب with history of congenital mitral valve prolapse طيب has been experiencing fever and shortness of breath تمام او of breath تمام. she recently had a tooth traction A physical examination revealed a new murmur at the heart which was not present before. هنا فيها murmur. طيب جاي من منين الصوت ده؟ ده جاي من البكتيريا بتاعة الريموتيتك فيفر، فهنا بيقول لي which of the following is most likely responsible for the current patient أو current condition. طيب هي فكرة التوث اكستراكشن هنا أو الإجراء اللي حصل لأسنانه ده، فكان في زي الفيرادنس وكده حاجات بترتبط بالجماعة بتوع الأسنان دول، فهي برضه بتبقى كانت كاتاليز نيجاتيف ألفا هيموليتيك وباير ريزيستنت، كانت باير سوليبل ريزيستنت لا ريزيستنت. تمام، طيب 32 السؤال ده متكرر جه في امتحانات قبل كده خلي بالك منه. 32 يقعد في عمره ويز هيستوري اوف كونجينيتال ميترال فالف برولابس طيب has been experienced fever and shortness of breath and recently had a tooth extraction برضو tooth extraction طيب physical examination revealed a new murmur which was not present before what is the course of disease طيب كل الأمراض بتبقى sub acute إلا مين اللي كانت البكتيريا الأكيوت الفيروس تمام أما الباقي sub acute طيب a 55 year old patient presented to with acute onset of high grade fever fever عالية and signs a heart failure علامات كده تدل على heart failure on examination heart murmur was heard سمعنا heart murmur كده he had a history of colorectal cancer أعوذ بالله colorectal cancer that was removed by surgeon followed by chemotherapy طيب مين هنا الجلايوليتيك هي اللي كانت مرتبطه بالكلوريكتال كانسر يعني، وكانت جرام بوزيتيف كاتاليز نيجاتيف كوكاي، هي بوزيتيف في الجرام كاتاليز نيجاتيف ازهم كلهم كوكاي. تمام، طيب a 16 year old female was hospitalized after experiencing malaise and new erythromatous rash on site تمام directly preceding this she had a 2-week history of headache, fever, and a sore throat.
يعني كان عنده هيدك وفيفر وسور ثرو، يعني مشكلة كده في الحنجرة. تمام، هنا بقى بيقول لك البيريور انفكشن ويز الجاز كان بي ديمونستريتد ان بيشنت ويز اكيوت هيماتوتيك فيفر باي ويتش وان اوف ذا فولوينج. طبعا في الحالة دي الانفكشن بتاعت الجاز دي تبقى هي اكيوت هيماتوتيك فيفر باي a high titer of antibody against the streptolysin A. high titer of antibody against the streptolysin A. الدنيا بايظة خالص. تمام، 28 year old patient presented to acute institute of serve high grade fever and signs of heart failure on examination and memory. مش عارف الكلام ده قريناه اصلا. تمام، was not presented before. الميرمر ده يعني presented of previous infection. His arm showed needle marks of intravenous drug. ده بياخد مخدرات او intravenous drug. تمام، اللي هي كده جرام نيجاتيف روتس. تمام، طيب تمام، يبقى what most important causative agent بالنسبة اللي بتعاطى مخدرات يبقى negative roots. تمام ماشي. هنا 38 year old patient presented with acute onset of severe high grade fever signs of heart failure on examination a heart murmur was heard which was not presented before and very dental infection. Very dental infection ماشي. His arm showed no mesh. الجنة في برضو intravenous أو drugs used. تمام، البكتيريا دي قلنا احنا نتعامل معها بال blood culture. تمام طيب، وال PCR دي كنا بنتعامل معاها مع مين؟ مع بعض البارازايتس. تمام، أو مع ال early stage في ال برضه مع مرض البرازيت، وبعد مع الايرلي ستيج بتاعت الروماتيك فيفر كنا بنشوف البكتيريا في الايرلي ستيج. البلاد كلتشر زي الحاله بتاعتنا دي. تمام، تيشو كلتشر دي في حاله فيروسات. ماشي طيب، 38 28 يير اولد بيشنت بريزنتد ويز اكيوت اونست اوف سيفير هاي جريد فيفر بارو ساينس اوف هارت فيلير اون اكزامينيشن الهارت جينا مسموع نوت بريزنتد تو بيريكارديال انفكشن واز نوت بريزنت بيفور and pericardial infection. ماشي، يعني الصدى ما كانش موجود قبل كده وعنده pericardial infection. طيب، his arms showed needles برضو كان بياخد drugs. What is the alternative test in case of heart failure routine test؟ البيست هو ال blood culture، بس ممكن كبديل استخدم ال PCR. تمام، زي ما قلنا حالات التشخيص المبكر، اما ال blood culture ده في البيست، اللي هي البيست افضل حاجه فيهم بس دايجنوستيك. تمام، هنا 26 year old female presented to a village clinic ماشي with cough fever at surat. تمام، راحت العيادة بتاعت القرية. She was found to have a prominent cardiac murmur and cardiomegaly on chest x-ray. An echocardiogram showed severe mitral insufficiency. Severe mitral insufficiency, moderate aortic regurgitation, and ASO titer was elevated. ASOT عالي ولا ASO عالي. The pathogenesis of the disease is based on production of antibody against which of the following. طبعا جسمك بيعمل antibody لل M جسمك بيعمل antibody للبكتيريا بتتشابه مع ال M بروتين بتاع ال Streptococcus biogen. بتأثر على الكونكتيف تيشو عندك انت، يعني الام بروتين بتاع ستريبتوكوكس بايوجين هو اللي يأثر على الكونكتيف تيشو بتاعك انت. طيب، 26 year old female presents to her physician برضه الجين عندها كوف وزورها وجعها على طول برومنت كارديك ميرمر. الجين عندها كارديك ميرمر جست اكس راي الجين فيها ايكو كارديوجرام شو سيفير ميترال انسفشنسي اند مودريت اورتيك ريجارجيتيشن اند SOT LSO عالي elevated. تمام، طيب، the valve of rapid antigen detection test is the value يعني قيمة ال rapid antigen detection test ده ال rapid antigen detection test and diagnosis of rheumatic fever is طبعا لو لقينا في positive result بتconfirm disease diagnosis. تمام، بتconfirm انه في disease. نعم، انك انت هنا مش بتتعامل مع الانتي بودي، انت بتتعامل مع الانتيجين بتاع البكتيريا دايركت.
او الكائن الممرض دايركت. فالفاليو بتاعت الرابط انتي جين ديتكشن تيست هي البوزيتيف ريزلت كونفيرم دايجنوزيس اوف ذا ديزيز. تمام. طيب هنا طبعا 16 يير اولد في ميلوز هوسبيتالايزد افتر اكسبيرينسينج ماليز ا نيو اريثروميتس رايزد كراش اون سايت. تمام. directly preceding this she had a 2 week history of headache fever sore throat. ماشي. 9 days later she was readmitted with acute onset of right knee pain. ماشي. generalized malaise resistant rash. Here CRP and DSR كانوا عاليين. الايكو كارديوجراف ريفيلد بولي فالفولار ديزيز. بولي فالفولار ديزيز. تمام. افضل طريقه للدياجنوز هي انتي ستريبتولايسين او. تمام. عموما كده احنا خلصنا كويزات المايكرو. تعالى لل باثولوجي. اتمنى يكون لكم مفيد والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.